Hello, my dear junior four students. We are still in concept three in the light and sight concept. And today we are going to talk about lesson two. And in this video, activity four and activity five will be covered. And please don't forget to study well all the questions which are in the Facebook page and to try to answer all the uploaded quizzes there. And let's start. أول حاجة قابلنا في اللسن النهاردة إيه هي الفرق أو إيه هو difference between human eyes والnocturnal animal eyes. First of all حابة إن إحنا نفتكر مع بعض إيه كانت الـ process of vision أو بتحصل إزاي. واتفقنا من اللسن اللي فات إن ما ينفعش أجي أسألك إحنا بنشوف إزاي أنت تقول لي due to the presence of the eye in my face لأن الـ eye دي ده الـ organ of the sight. لأ. ليه؟ لأن أنت لما تبقى موجود في مكان ضلمة وعينيك ستيل موجودة الحمد لله برضو مش بتقدر تبص أو تقدر تشوف أي حاجة حواليك. ليه؟ لأن إحنا كلنا بحاجة لوجود إيه؟ source of light. لأن source of light هو بينزل اللايت بتاعه على أي object فبالتالي الأوبجكت يعمل bouncing أو بيعمل reflection لللايت اللي واقع عليه من اللايت source toward your eyes وبالتالي تقدر تشوف. طيب في فرق ما بين العينين الإنسان والنكتورنال أنيمال آيز؟ أكيد آه. نفتكر إيه هما النكتورنال أنيمال؟ إن هما اللي هما الأنيمالز اللي بي they prefer to hunt during the night time أو they become active during the night time. طيب أول اختلاف عندي إن النكتورنال أنيمالز have a bigger eyes which are more sensitive to light than humans. النكتورنال أنيمالز بيتميز إن هم عندهم bigger eyes عينيهم أوسع أكبر وده بالتالي بيخليهم more sensitive to light than humans. يعني إيه كلمة more sensitive؟ يقدروا يحسوا أو يستفيدوا من أقل إضاءة تكون حواليهم. إنما إحنا لو حتى إحنا موجودين في نور خافت جدا 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 مش هنقدر نشوف كويس لأن إحنا بحاجة لكمية أكبر من الإضاءة. لأن النكتورنال أنيمالز عندهم إيه؟ عندهم have bigger eyes. يعني إيه bigger eye أو بتفيدهم في إيه؟ دي بتخليهم more sensitive to light than humans. كمان إن the pupils of their eyes حدقة العين بتاعة النكتورنال أنيمال دايما قادرة إنها تفتح بطريقة أوسع usually open wider than the pupils of the human eyes. دايما عينيهم أو حدقة العين بتاعة النكتورنال أنيمال قادرة إنها توسع قادرة إنها تفتح بطريقة أوسع من عندنا أو people of the human eyes. وده طبعا بيخلي إيه إن more light enter their eyes ده بيساعد إن كمية light أكتر وأكتر تدخل عينيهم. تمام؟ يبقى لو نيجي نفتكر تاني أو نذاكر مع بعض تاني إيه هما the differences between the human eyes and nocturnal animal eyes هنلاقي عندي فرقين. أول فرق إن nocturnal animals have a bigger eyes ونتيجة الحجم الكبير ده بيساعدهم إن هم يبقوا sensitive to light than humans بيبقوا حساسين لأقل كمية ويقدروا يستفادوا لأقل كمية من اللايت than the humans. إيه كمان؟ إن the pupils of their eyes usually open wider. الحدقة العين بتاعة النكتورنال أنيمال عادة بتقدر تفتح أوسع وده بالتالي بيدخل بيقلعوا more light enter their eyes. هنبتدي نتكلم على أنيمال لطيف جدا جدا هو الأنيمال اللي احنا شايفينه هنا في الصورة اسمه تارزير. اسمه تارزير اوكي. الانفايرمنت اوير ذس لوفلي أنيمال ليف هو بيعيش في ساوث ايست ايجيا موجود في قارة ايجيا في قارة اسيا. التايب بتاعه هو تايني برايميت مونكي هو تايمي زي ما احنا شايفين هو صغنون مش كبير. برايميت اللي هو نقدر نقول ان هو الليدر مونكي from mammals belong to which class of animals اللي هم المامالز اوكي اللي هم قلنا قبل كده احنا مامالز والدوجز مامالز والدولفين also مامالز وكمان نزود عليهم التارزير. التارزير ده ايه؟ مامل زينا بالظبط. قلنا يعني ايه كلمه مامالز؟ ان هم دول الانيمال they are able to give their babies the milk. اوكي اللانس بتاعه عشان هنقول ان هو very tiny او صغير جدا about 10 سنتيمتر long not including its tail. هو طوله يا دوبك 10 سنتي وحتى مش وال10 سنتي دول مش محسوب فيهم الطول بتاع او اللانس بتاع التيل بتاعه.
بيتغذى على ايه او بياكل ايه؟ الفود بتاعته insects, small lizards and small birds. يبقى insects, small lizards and small birds. تعالوا نتكلم على structural adaptation بتاعة الترزير. الترزير من عينيه كده بيفكرنا بمين؟ شبه عينين مين قوي 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 قوي؟ شبه عينين بالظبط، انا سامعكم بتقول شبه عينين الاول بالظبط بكبرها بحجمها. The ترزير is like the owl in some structural adaptation such as. الترزير يشبه في حاجات كتيره جدا جدا الاول. اول حاجه عينيه الايز، زي ما احنا قلنا انه شبه عينين الترزير شبه جدا جدا عينين الاول. ترزير have huge eyes like owl. تمام. To gather and to reflect any light available to give it a picture of the surrounding. وكبر العين بتاعة الترزير دي ايه؟ فايدتها انها بتعمل gathering لكل اللايت اللي بينزل عليها او لأقل كمية من اللايت موجودة حواليه. بيبتدي يجمع اللايت من خلال كبر حجم عينه زي الأول. يبقى أول حاجة بتجمع الترزير مع الأول شكل العين إن هما الاثنين they have huge eye for which reason to gather and to reflect any light available. أوكي؟ أي ضوء موجود يبتدوا يجمعوه ويعملوا له reflection كمان. تمام؟ الترزير كمان عنده حاجة مميزة جدا ليه هو والأول، إن هما الاثنين cannot move its eye in their socket like the owl. الترزير برضو ما بيقدرش يحرك عينيه زي الأول. الأول لو نفتكر هي كان بتحرك إيه؟ تقدر تحرك رأسها بس 180 degrees في كل الدايركشن أو في معظم الدايركشن عشان تقدر تصطاد بسهولة، لكن تقدر تحرك عينيها؟ لا، ما كانتش بتقدر تحرك عينيها. يبقى الترزير برضو cannot، خد بالك، cannot move its eye in their sockets. ما يقدروش يحركوا عينيهم، عينيهم مش شبهنا تقدر تروح يمين وشمال، لا ما يقدرش، ما يقدرش يحرك عينيه. انما لما يجي يحرك او عايز يشوف الاتجاهات عموما يبتدي يحرك دماغه كلها، لكن عينيه تبص يمين او تبص شمال لا، ما عندوش القدره دي. يبقى دلوقتي الترزير بالنسبه للستراكشرال ادابتيشن قلنا الترزير از لايك ذا اول ان سام ستراكشرال ادابتيشن. اول حاجه عندي ان هما الاثنين الايز بتاعتهم they have huge eyes. اوكي، ليه؟ to gather and to reflect any light available. تدي يجمع اي لايت موجود نتيجه حجم عينيه الكبير. وكمان الترزير زيه زي الاول cannot move its eye in their sockets، ما يقدرش يحرك عينه، انما لو عايز يبص يمين او شمال بيحرك ايه؟ الهيد بتاعته. كمان المشترك ما بين الترزير والاول الهيد. الترزير can turn its head 180 degrees like the owl to focus on distance or near object at night، عشان يبتدي يقدر يبص ايه على اي حاجه كانت السوق سواء كانت قريبه او كانت بعيده at the night time. يبقى نرجع تاني ونفتكر قلنا ايه عن الترزير. اتكلمنا على الانفايرمنت بتاعه ان هو بيعيش في الساوث ايست اسيا. عرفنا ان هو تايني برايميت مونكي، شبه المونكي جدا، وبالتالي هو تبع which group؟ هو belongs للمامالز جروب. اللانس بتاعه about 10 centimeters long not including its tail. الفود insect, small lizards and small birds. اوكي، ايه لو نيجي نتكلم على structural adaptation هنقول ان هو شبيه جدا 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 بمين؟ بالاول. ليه؟ لان هو لو جينا نتكلم على عينيه عنده حاجتين شبه الاول. اول حاجه ان عينيه كبيره جدا عشان تعمل gathering وتعمل reflection لاي light available. وايه كمان؟ والترزير برضو cannot move its eye in their sockets، ما يقدرش يحرك عينيه زي ما احنا بنقدر، لكن بيقدر يحرك راسه. كمان المشترك ما بين الترزير والاول الهيد. الهيد في الترزير can turn، الترزير can turn its head 180 degrees like the owl to focus on distance or near object at night. Nocturnal animal can detect the environment around them in the weakest light level. عشان هم نوكتورنال يقدروا يحددوا كل حاجة حواليهم أو يقدروا يشوفوا كل حاجة حواليهم، محتاجين لايت عالي أو إضاءة قوية عشان يقدروا يشوفوا؟ لا، بأقل إضاءة in the weakest light level النوكتورنال أنيمال يقدروا يشوفوا حواليه. But in complete darkness
لكن لو هم موجودين في مكان completely dark, they depend on other senses such as hearing, touching and smelling. Smelling to help them to hunt and move in the dark. يبقى دلوقتي نقتلنا الانيمال يقدروا يتعرفوا على اي حاجة حواليهم باستخدام اقل الامكانيات, باستخدام the weakest light level. تمام؟ لكن في الكمبليت داركنس, لو في كمبليت داركنس ساعتها بقى بيبتدوا يعتمدوا على other senses زي الهيرينج, زي التوتشنج, زي السمال. لو نفتكر قبل كده ان السنيك ما كانش بيشوف خالص بالليل, بيعتمد على ايه؟ على special parts in its face عشان هو بيعمل feeling للهيت اللي طالع من الليفينج اورجانيزم. عرفنا برضو ان الدولفين مثلا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الايكولوكيشن, زيه زي البات. البات مش بتشوف كويس during the night time, فبيعتمدوا على الايكولوكيشن. وعرفنا طبعا ان الاولز have all the owls have extraordinary sense of hearing and sense of sight.